مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اسأل المدير. نحن مستمرون في التواصل معكم عبر بوابتنا الإلكترونية portal.onrua.bs. نقوم بطرح الأسئلة التي توجهونها لنا إلى مدير عمليات الأونروا في غزة السيد روبرت تيرنر ليقوم بالإجابة عليها. في حلقة اليوم لدينا العديد من المواضيع التي سنقوم بطرحها، من ضمنها برنامج الصحة النفسية في الأونروا ومدى أهميته. كذلك سنتحدث عن موضوع أسابيع المرح الصيفية، بالإضافة إلى الحديث عن موضوع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا. كما عودناكم دوما، لدينا في الأستوديو السيد روبرت تيرنر مدير عمليات الأونروا في غزة. مستر تيرنر، سيد تيرنر، أهلا وسهلا بك معنا. شكرا لك. مستر تيرنر، كما ذكرت في مقدمة البرنامج، برنامج الصحة النفسية المجتمعية برنامج مهم يقدم الدعم والمشورة للطلبة والمعلمين والمعلمات في مدارس الأونروا، وأهميته تظهر في كافة الأوقات وليس فقط في فترات الصراع، ولكن الأولوية لا تعطى له من قبل الأونروا. لماذا برأيكم؟ في الحقيقة أن برنامج الصحة النفسية المجتمعية هو أحد أولويات الأونروا، وله ثلاث مكونات رئيسية. الأول وهم المرشدون النفسيون في كافة مدارسنا تقريبا لتلبية احتياجات الطلبة والمدرسين على حد سواء. الثاني المرشدون النفسيون في عيادات الأونروا كافة، والثالث المرشدون النفسيون في مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية. وهذه المكونات الثلاث تتم إدارتها فنيا من خلال دائرة خاصة هنا في مقر الأونروا الرئيسي في غزة. وكما بينت للتو، فهذا البرنامج مهم لكل زمان ومكان، ولكن بعد الصراع الأخير في شهر نوفمبر الماضي شهدنا زيادة كبيرة في الحاجة إلى الإرشاد النفسي والاجتماعي في حدود 7-8%، وقد تمكنا من توفير دعم مؤقت قصير المدى كمدرسين مساعدين ومرشدين نفسيين في المدارس لمساعدة المعلمين وزيادة الاستيعاب للطلبة خلال الفصل الدراسي الحالي. وكباقي برامج الأونروا، فنحن نرغب بتقديم المزيد في هذا المجال، وككافة برامجنا الرئيسية ذات الأولوية فنحن نرغب في الحفاظ عليها وتوسعتها بكافة الوسائل الممكنة. بالحديث عن الطلبة في مدارس الأونروا، لماذا لا يزال العقاب الجسدي ينفذ في المدارس؟ وكما أذكر، فقد منعت الأونروا العقاب الجسدي، ومع ذلك لا يزال هذا الأمر يمارس على مستوى معين. فما هي مخططات الأونروا لمعالجة هذه القضية؟ للأسف فكلامك صحيح. على مستوى السياسات التعليمية، الأونروا لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع هذه الممارسات، سواء كان العقاب الجسدي أو الترهيب. فالقضية هنا بالنسبة لنا هي شرح هذه السياسات وتوضيحها، والقضية الأهم هي ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث. وهنا يأتي دور توعية الطاقم التعليمي والمجتمع بهذه القضية وضرورة الإبلاغ عن أي حوادث أو شكوك تتعلق بوقوعها، ابتداء بمدراء المدارس كونهم مسؤولون عما يحدث في مدارسهم بالإضافة إلى الأهالي. ونحن نعمل بشكل مقرب مع اتحاد الموظفين المحليين حول هذه القضية، وبالتالي فيجب تشجيع الأطراف المعنية على التبليغ عن مثل هذه الحوادث لكي نتعامل معها طبقا للإجراءات الإدارية المعتادة. ونحن على تواصل مع دائرة التعليم ورؤساء المناطق بهذا الخصوص للتأكيد على أهمية هذه القضية كونها من الأولويات التي تعطى لها الأهمية. ولكن أكرر، يجب التبليغ عن كافة الحوادث. هل هناك توجيهات مقدمة لكافة العاملين في دائرة التعليم حول التسلسل الإداري فيما يتعلق بالتبليغ عن حوادث العقاب الجسدي والآلية المتبعة؟ أجل، هناك توجيهات حول ما الذي يتم الإبلاغ عنه وكيف، وما هو الإطار الزمني الذي يجب التبليغ خلاله. فكافة هذه السياسات موجودة. ما زلنا في موضوع التعليم، فالأونروا تطبق ما يعرف بالتعليم المساند لذوي التحصيل الدراسي المتدني، ولكن بعض المدرسين والأهالي يتساءلون، ماذا عن الطلبة الموهوبين ذوي التحصيل الدراسي المرتفع؟ كيف تهتم الأونروا بهذه الفئات؟
الأونروا تفعل ما بوسعها، ولكنه ليس بالدرجة التي ترغب فيها. الأولوية بالنسبة لنا هو أن يحصل كافة الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين على تعليم عالي الجودة، وهذا يعني ضرورة إنفاق الموارد على هؤلاء الذين يواجهون صعوبات في التعلم بشكل خاص لضمان إعطائهم الفرصة للاستفادة من النظام التعليمي، وأن تكون العملية التعليمية متوافقة مع إمكاناتهم. ولذا فأولويتنا الرئيسية إعطاء الفرصة للجميع للحصول على تعليم عالي الجودة، ولهذا فهناك برنامج التعليم المساند. ولهذا أيضا تقوم الأونروا حاليا بعملية إصلاح شاملة لرفع مستوى النظام التعليمي وتطوير أساليب وتقنيات التعليم المتبعة. أما بالنسبة للطلبة الموهوبين فهناك مهرجانات واحتفالات ومسابقات تهدف إلى اختيارهم ومكافأتهم وإذكاء روح المنافسة بينهم. وكما أبرزت نتائج الامتحانات على مستوى فلسطين، فطلبة القطاع في مدارس الأونروا يحققون نتائج باهرة بشكل عام، ونحن مسرورون للغاية بهذه النتائج ونود فعل المزيد لهؤلاء الطلبة. فمثلا الأونروا حاليا تحاول اختبار أمر للمرة الأولى، وهو ما يعرف بتقسيم الطلبة حسب المستويات، وبالتالي فالمشكلة هنا أننا نحتاج إلى أموال لتنفيذ ذلك، كون مثل هذه البرامج تحتاج إلى نقل الطلبة وغيره من الأمور. طبعا لا يمكنني تقديم أي وعود، ولكننا نرغب حقا بتنفيذه إذا ما سمحت لنا الموارد. مثل هذه البرامج تعد فرصة رائعة للطلبة الموهوبين والمتفوقين. أجل، بكل تأكيد. اسمح لي الآن بالتحدث عن موضوع يشغل بال الأطفال، وهو أسابيع المرح الصيفية. ما هي خطط الأونروا في هذا الصدد؟ وماذا يمكن أن تخبرنا عن هذا الموضوع؟ إنه أمر مثير للغاية، ونحن بصدد إطلاق حملة ترويجية واسعة للبرنامج خلال الأسابيع المقبلة. فنحن وبفضل التبرع السخي من حكومة فنلندا والتي تمول البرنامج بالكامل، سنتمكن من تقديم 3 أسابيع، كل أسبوع منها يمثل دورة منفصلة في 129 مدرسة من مدارس الأونروا ل 150,000 طفل لاجئ. إن هذا البرنامج ليس على مستوى برامج ألعاب الصيف السابقة، ولكنه المتاح ضمن قيود التمويل الحالية وأولوياتنا. الأسابيع 3 ستبدأ مباشرة بعد نهاية الفصل الدراسي الحالي وحتى بداية رمضان، والذي سيحل في منتصف شهر يوليو تقريبا، وبالتالي لا يمكن أن يمتد البرنامج لأكثر من 3 أسابيع. سيتم فصل الفتيان عن الفتيات تماما، حيث سيكون هناك مناشطات وحارسات ومديرات للفتيات ومثل ذلك من الرجال للفتيان، وستكون الأنشطة منفصلة. للأسف فإننا لن نتمكن من تنفيذ بعض الأنشطة التي أصبح الأطفال يتوقعونها كالرحلات إلى شاطئ البحر. لن يتم توفير ملابس أو أحذية كذلك، ولا برك سباحة، ولكن سيكون هناك أشكال أخرى من الرياضة إضافة إلى نشاطات تتعلق بأنماط الحياة وأنشطة ثقافية. وأعتقد أنه سيكون من المفيد للأطفال على المستويين النفسي والاجتماعي قضاء أسبوع من الصيف في المرح واللعب. ونحن في غاية السعادة لعودة البرنامج، ونأمل أن يحوز البرنامج على رضا الأهالي، حيث يعمل المسؤولون بجد لإنجاح هذا البرنامج. أنا متأكدة بأن عددا من الأطفال والأهالي والمعلمين سيكونون مسرورين بعودة البرنامج. نحن مسرورون بعودته أيضا. في موضوع آخر، فإن نقص التمويل من الأمور التي تعاني منها الأونروا باستمرار، وهي مشكلة تتفاقم يوما بعد يوم، والتي بالتأكيد ستؤثر على الخدمات التي تقدمها الأونروا. فما هي الخدمات التي يمكن أن تتأثر بهذا الأمر، خاصة المتعلقة بآخر أزمة من أزمات نقص التمويل؟ كما تعلمين فنحن نعاني من مشكلة مزمنة من نقص التمويل تتعلق بالموازنة العامة للأونروا، والتي يتم من خلالها تمويل برامج الأونروا الرئيسية كالتعليم والصحة وتطوير المخيمات. العجز المالي لهذا العام وصل إلى 70 مليون دولار، وهو ما أجبرنا على تقليص بعض الخدمات كإيقاف المساعدة النقدية للحالات المسجلة في شبكة الأمن الاجتماعي، أي حوالي 20,000 عائلة من اللاجئين. ولكن القضية لا
تتعلق بالضرورة بنقص التمويل بشكل عام بقدر ما أنها تتعلق بالتمويل المتوفر ولأي أغراض. فعلى سبيل المثال لقد اضطررنا إلى إيقاف المساعدات النقدية، ولكننا تمكنا من توسيع برنامج خلق فرص العمل بشكل كبير. ففي الوقت الذي تمكنا فيه من توفير 3000 فرصة عمل العام الماضي ضمن برنامج خلق الفرص، في المقابل تمكنا هذا العام من توفير 8000 فرصة عمل، وحاليا نتفاوض لتوفير 2000 فرصة عمل إضافية، مما يعود بنا إلى المستويات التي كانت متوفرة منذ عامين أو 3 ماضية. فكما بيّنت الأمر لا يتعلق فقط بنص التمويل بصورة عامة، ولكن لأي أغراض تم تقديم هذا التمويل. فالذي يمكننا تقديمه للحالات المسجلة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي وهم الفقراء فقرا مدقعا، والذين قطعت عنهم المساعدات النقدية هو إعطاؤهم الأولوية ضمن برنامج خلق فرص العمل. وبالتالي فعلى سبيل المثال إذا استفاد فرد من أحد هذه الأسر من فرصة عمل لمدة 3 أشهر ضمن برنامج خلق فرص العمل ضمن فئة العمال غير المهرة، سيتمكن خلال عامين من مضاعفة المبلغ الذي كانت العائلة ستحصل عليه لو اعتمدت على المساعدات النقدية خلال نفس الفترة بالنسبة لعائلة من 7 أفراد على سبيل المثال. فالأمر إذن يتعلق بالأولويات واستخدام التمويل المتاح بالطريقة المسموح بها، حيث إن كثيرا من التمويل الممنوح لنا يقرر الممول في أي أغراض يمكننا استخدامها. وبالتالي فالتمويل المتاح لبرنامج خلق فرص العمل حدد الممولون أغراض استخدامه، فلا يمكننا أخذه واستخدامه للاستمرار في تقديم المساعدات النقدية أو توفير المساعدات الغذائية وزيادتها، وإنما يجب أن نستخدمه كما أراد الممولون، أي في برنامج خلق فرص العمل. ونحن آسفون لاضطرارنا لإيقاف المساعدات النقدية، ولكننا بين أن نستمر فيها أو أن نزيد عدد المعلمين لمواكبة نمو السكان بين اللاجئين، حيث إننا نستقبل حوالي 7 إلى 8 آلاف طالبا وطالبة إضافيين على الأعداد الموجودة. وبالتالي فنحن نضطر لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالأولويات في حدود القيود المفروضة حول آلية وكيفية التصرف في التمويلات الممنوحة للأونروا. هذه قرارات ليست سهلة على الإطلاق، ونحن ندرك مدى تأثيرها على جماهير اللاجئين، ولكننا نحاول قدر الإمكان التخفيف من هذه الآثار. بالحديث عن قطع المساعدات النقدية، باعتقادي يجب تسليط مزيدا من الضوء على هذه القضية وكيف تم اتخاذ قرار قطع المساعدات النقدية، لكن اسمح لي بالتوقف مع فاصل ومن ثم نكمل حديثنا. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مرة أخرى لاستكمال الحوار مع السيد روبرت تيرنر مدير عمليات الأونروا في غزة. مستر تيرنر، قبل الفاصل كنا نتحدث عن قرار قطع المساعدات النقدية، فما هي الأسباب وراء هذا القرار وما هي آثاره باعتقادك؟ اسمحي لي أن أقول أن قرار إيقاف المساعدات النقدية كان قراراً صعباً للغاية أجبرنا على اتخاذه، وخلاصة الأمر أنه قرار يتعلق بالتمويل المتاح وبالأولويات والعدالة كما سأوضح بعد قليل. لقد احتجنا إلى إضافة 250 معلماً جديداً في مدارسنا لمواكبة ارتفاع عدد الطلبة دون الاضطرار إلى زيادة حجم الصفوف، والتمويل اللازم لهذا يأتي من نفس الموازنة المخصصة للمساعدات النقدية. الأمر الثاني هو أننا حصلنا على تمويل لبرامج مثل برنامج خلق فرص العمل، والذي أتمنى أن نستطيع من خلاله إعطاء الأولوية للفقراء فقراً مدقعاً للاستفادة منه، وبالتالي التخفيف من آثار قطع المساعدات النقدية. الأمر الثالث هو ما يتعلق بالعدل والإنصاف. كان لدينا برنامجان منفصلان حيث يستفيد ما يقارب من 20,000 عائلة من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، بينما تستفيد 105,000 عائلة من برنامج الطوارئ. لقد دمجنا البرنامجين وعدد الحالات، والآن سيصبح الدعم موحداً ل8,000 لاجئ ممن يحتاجون لهذا الدعم، وسيكون هناك فئتان فقط، الفقراء فقراً مدقعاً وجميعهم يتلقى سلة غذائية خاصة بهذه الفئة، والفقراء فقراً مطلقاً وجميعهم يتلقى نفس السلة الغذائية المخصصة لهذه الفئة. أما ما يجري حالياً فإن المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي سواء الفقراء فقراً مدقعاً أو مطلقاً يتلقون نفس السلة الغذائية المخصصة للفقراء فقراً مدقعاً إضافة إلى المساعدات النقدية. أما الفقراء فقراً مدقعاً والمستفيدون من برنامج الطوارئ فكانوا
يتلقون السلة الغذائية فقط، وبالتالي فالبعض وخاصة المسجلين كفقراء فقرا مطلقا ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي كان يتلقى كمية أكبر بكثير من المساعدات غذائية ونقدية أكثر من المسجلين في برنامج الطوارئ من الفقراء فقرا مدقعا. ومهما كانت رغبتنا بمنح الفقراء فقرا مدقعا المساعدات النقدية إضافة للسلة الغذائية إلا أنه أمر لا يمكن الاستمرار فيه، كونه سيتطلب زيادة في التمويل تصل إلى ما يقارب من 25 مليون دولار كل عام، وهو أمر مستحيل أن يتحقق. ولذا فكما بيّنت هناك عدة أسباب لهذا القرار وعدة طرق لمحاولة التخفيف من وطأته، ولكنه أحد القرارات الصعبة التي نضطر أحيانا إلى اتخاذها. But it's the kind of difficult decision that we're sometimes forced to make. أمر آخر يتعلق بالمساعدات النقدية ولكن في مجال آخر، فبعد الصراع الأخير في نوفمبر الماضي أعلنت الأونروا أنها ستمنح اللاجئين الذين تضررت منازلهم خلال الصراع مساعدات نقدية لإصلاح منازلهم بأنفسهم. في هذا الصدد سألت إحدى اللاجئات لماذا لم تستلم أي مساعدات نقدية رغم تضرر منزلها خلال الصراع الأخير، فما هي الآلية الخاصة بهذا النوع وكيف يتم توزيعها؟ إنما قلناه هو أننا سنحاول الحصول على التمويل اللازم للمساعدة، وليس أننا سنقدم هذه المساعدات. إننا الآن في وضع يخولنا القول أننا نملك التمويل اللازم لهذا البرنامج، فلقد حصلنا على تمويل من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، كما يمكننا الآن أن نعلن عن تلقينا دعما سخيا من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تصل إلى حوالي 16 مليون دولار بشكل سيمكننا من تقديم المساعدات لبرنامج الإصلاحات الذاتية لسبعة آلاف عائلة والذين تضررت منازلهم خلال الصراع في شهر نوفمبر الماضي، حيث إن حوالي 270 من هذه المنازل إما دمرت بالكامل أو تضررت بصورة بالغة، وباقي المنازل تضررت بصورة طفيفة. تم تقييم جميع المنازل من قبل مهندسي الأونروا، ويفترض أن يبدأ توزيع هذه المساعدات النقدية خلال شهر إبريل الحالي، ولذا فنحن سعداء للإعلان عن ذلك، وأعلم أن العائلات المستفيدة متحمسة ومتحرقة للبدء فيه، وهو أمر أعتقد أنه تم بسرعة عالية، فالصراع حصل في نوفمبر الماضي، وها نحن اليوم بعد حوالي 5 أشهر فقط نتحدث عن توفر التمويل اللازم للبدء بتقديم المساعدات اللازمة للإصلاحات، في الوقت الذي ما زالت هناك عائلات تنتظر منذ عملية الرصاص المصبوب، ومنهم من ينتظر منذ الدمار الذي لحق بهم خلال 2002-2003 للحصول على منازل. وبهذا نعود لقضية أنه ليس إذا ما كان التمويل متاحا أم لا، وإنما لأية أغراض. فنحن سعداء للتمويل الذي حصلنا عليه، وما زلنا نعمل للحصول على الدعم لأولئك الذين ينتظرون منذ أعوام لتلقي المساعدات. هنا أيضا 10,000 من اللاجئين الذين يعيشون في منازل متداعية والتي لم تتضرر نتيجة النزاعات، وبالتالي فلم يسبق لهم الحصول على مساعدات لإصلاحها، ولذا فنحن نركز حاليا على محاولة مساعدة تلك العائلات التي تعاني من سوء أحوال المنازل التي يقطنونها، ولكنه أمر سيستغرق بصراحة سنوات طويلة كونه خطوة كبيرة جدا. إذن فالتبرع السخي الأخير المقدم من الصندوق السعودي للتنمية خاص فقط بالذين تضررت منازلهم خلال الصراع الأخير في نوفمبر الماضي؟ نعم، 7,000 عائلة من اللاجئين، هذا صحيح. الحالات الأخرى ما زلنا نتفاوض لتوفير التمويل اللازم لها، ولكن حاليا فالتمويل يخصص فقط للذين تضررت منازلهم خلال الصراع الأخير في نوفمبر الماضي. بالعودة إلى قضية تصنيف عائلات اللاجئين إلى الفقراء فقراً مدقعاً ومطلقاً، فإن بعض اللاجئين يتساءلون عن آلية التصنيف التي تتبعها الأونروا في هذا الصدد. يسأل أحد اللاجئين: بالرغم من عدم تحسن الأوضاع المالية لم تعد عائلتي تتلقى المساعدات الغذائية، والتفسير الوحيد الذي تلقيته بهذا الصدد أن الباحث الاجتماعي قيم حالتي على أنني لست فقيرا، ولقد اضطررت للانتظار شهورا عدة قبل أن أتلقى الرد على الشكوى التي قدمتها لتقييم جديد. فلماذا تأخذ الأونروا وقتا طويلا للرد على الشكاوي، وما هي الإجراءات المتبعة
في حال تقديم شكوى لضمان تلقي الرد عليها. يجب في البداية أن نفهم آلية التصنيف ويطلق عليها PMT، والذي يأخذ بالحسبان عدة عوامل تتعلق بالأسر كالدخل والأملاك وغيرها، ليتم تصنيف العائلة إما كفقراء فقرا مدقعا أو مطلقا أو غير فقراء باستخدام الأسس المقررة والمتفق عليها في الأونروا. بالرغم من أن هذا النظام غير كامل، ولكنه نظام جيد، وهو نظام تم اختباره عالميا ولدينا ثقة تامة به، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء. فهناك آلية الاستئناف، وأنا على علم أنه في بعض الأحيان فإن المدة بين تقديم استئناف أو شكوى وتلقي الرد عليها تطول، ولكننا نعمل على تقصير هذه المدة قدر الإمكان. ومن الفوائد التي سيتم جنيها من دمج برنامجي الطوارئ والإغاثة والخدمات الاجتماعية هو توحيد نظام التصنيف، وستتوفر موارد أكبر لتنفيذ ذلك النظام. ولكن حقيقة الأمر أننا لا نستطيع مساعدة الجميع، ولكننا نحاول جاهدين الوصول لأولئك الأكثر حاجة للمساعدة والدعم. سيكون من الرائع لو تمكننا من تقديم المساعدة للجميع كما كان يحدث قبل 30 عاما، ولكنه بكل بساطة أمر غير قابل للتطبيق حاليا، وبالتالي فالأمر يتعلق حقيقة بالتعرف على أكثر اللاجئين حاجة للمساعدة. كما أن عدد الفقراء يتزايد إضافة إلى عدد المسجلين، والموارد المتاحة لا تكفي لاستيعابهم جميعا. لقد أجرينا مسحا واسع النطاق للفقر العام الماضي، حيث قمنا باستعراض 55,000 عائلة من اللاجئين المسجلين في برنامج الطوارئ، والآن سنطبق نفس الآلية على 20,000 عائلة المسجلين ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. ما توقعنا أن نجده هو وجود عدد أقل من الفقراء، لأنه بالنظر للمعلومات الأساسية فبالرغم من ارتفاع معدلات البطالة إلا أنها أقل مما كانت عليه قبل 3 أعوام، ولكن ما وجدناه فعلا هو عدم تراجع أعداد الفقراء، بل على العكس هناك من تراجع وضعه من فقر مطلق إلى فقر مدقع، وبالتالي فلم يكن هناك فقط اتساع في حجم الفقر وإنما زيادة تفاقمه، فالناس يصبحون أكثر فقراً. وأعتقد أن هذا الأمر هو وثيق الصلة بطول مدة البطالة، حيث استنزفت الأسر آلية التأقلم، باعوا الأملاك والأصول التي بحوزتهم، وهم مثقلون بالديون، وهذا أمر يدعو إلى القلق الشديد. فمن خلال المعلومات الأولية التي تريدنا والمتعلقة بالمسح الذي نجريه بخصوص الأمن الغذائي منذ 2012 بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، لاحظنا طفرة حادة وتزايداً في مستويات السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى درجة مقلقة للغاية. يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على هذه المعلومات والبيانات، ونحن ندرك أن الوضع في غزة يزداد سوءا، وسنحاول جهدنا معالجة هذه التطورات ضمن حدود الموارد المتاحة لنا. مع كل هذه القضايا تريدنا الآن أخبار اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا، ومنهم من قدم إلى غزة، ويوميا نسمع عن تزايد أعداد اللاجئين منهم إلى غزة هربا مما يحدث في سوريا حاليا. هل هناك تقديرات دقيقة لأعدادهم؟ وما هو الدعم الذي تقدمه الأونروا لمساعدتهم؟ على حد علمنا فأقل من 200 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين قد قدموا إلى غزة من سوريا، ومعظم هؤلاء قد أعلم الأونروا بحضوره إلى غزة، حيث تقدموا إلى مكاتب الأونروا لهذا الغرض. في الوقت الحالي يمكنهم الاستفادة من نفس الخدمات التي يستفيد منها لاجئو غزة، كالتعليم في مدارس الأونروا والحصول على الرعاية الصحية في عيادة الأونروا والتسجيل لتلقي المساعدة الغذائية إن احتاجوا إليها، حيث سيتم وضعهم على اللوائح كغيرهم من لاجئي غزة. نقوم حاليا بالتفاوض مع مكتب عملية الأونروا في سوريا للبدء بتقديم مساعدة نقدية ولو لمرة واحدة لمساعدة هؤلاء اللاجئين القادمين من سوريا للحصول على احتياجاتهم من المساكن. كما سنقوم نحن بتضمين نداء الأونروا الخاص بسوريا، والذي سيتم إطلاقه في شهر يوليو القادم، فقرة خاصة تتعلق بهذه القضية، لأن اللاجئين أنفسهم أعلمون أن المساكن هي أولوياتهم الرئيسية حاليا. إذن فخدمة الغذاء والتعليم والصحة سنقدمها من برامجنا هنا، أما المساكن فسنقدمها طبقا للتمويل المتاح من مكتب عمليات الأونروا في سوريا. Shelter assistance we will provide as fundings available from the Syria operation. كما أن أحد الأمور التي تم تسليط الضوء عليها هي عدم تلقي بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين هربوا من سوريا المساعدة،
وتم اكتشاف أن السبب وراء ذلك هو عدم إعلامهم لمكاتب الأونروا بغزة عن تواجدهم فيها. لا يمكننا تقديم المساعدة فيما لم يفعلوا ذلك. إذا احتاجوا للمساعدة فيجب أن يتوجهوا لأحد مكاتب برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية أو أحد مراكز التوزيع التابعة للأونروا لإعلامنا بأماكن تواجدهم. وحينها ستقدم لهم الخدمات التي ذكرتها تواً؟ أجل إلى آخر مواضيع هذه الحلقة، وهو ما أثارته أم من منطقة شرق خان يونس، وهي قضية ناقشناها في حلقاتنا السابقة وتتعلق بإنشاء مدارس جديدة للأونروا، حيث تشهد المنطقة الشرقية من خان يونس نقصاً في عدد المدارس الإعدادية. وهذه الأم تقول بأن أبناءها سيضطرون حين الانتهاء من المرحلة الابتدائية أن يرتادوا المدارس الموجودة في منطقة بني سهيلة. فهل لدى الأونروا خطط لبناء مدارس إعدادية إضافة إلى الابتدائية في منطقة شرق خان يونس؟ إن القضية في شرق خان يونس هو عدم وجود أراضي لبناء المدارس، حيث معظم الأراضي في تلك المناطق هي ملكية خاصة، ولذا فنحن نعمل منذ سنوات مع البلدية في منطقة خزاعة والمجتمع المحلي، وقد تمكنا أخيرا من الحصول على قطعة أرض لبناء مدرستين، إحداهما حاليا قيد الإنشاء، والمقترح الخاص بالأخرى على وشك أن يقدم للموافقة عليه. فنحن على دراية بهذه القضية ونحاول معالجتها بأقصى سرعة ممكنة. هذا أمر عظيم، لقد سررنا بتواجدك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الأعزاء، بهذا ننهي هذه الحلقة من برنامج اسأل المدير. ننتظر أسئلتكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم عبر البوابة الإلكترونية portal.onrua.bs. إلى أن نراكم في الحلقة القادمة، هذه ميلينا شاهين تحييكم وإلى اللقاء.